هنبدأ الآن مع رحلتنا إلى سبرينجلاند راس سدر بكل تفاصيلها. ده كده دخلنا جوه القرية وديت حمامات السباحة. في حمامات سباحة كتير وكل مسافة صغيرة هتلاقي حمام سباحة كبير ممكن تنزل في أي واحد فيهم. وطبعا هناك الدنيا هادية جدا 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 والجو جميل جدا والحمامات كويسة لحد ما وتستمتع فيها انت والأولاد. كده على طول هتلاقي نفسك على البحر على طول، لو مشيت كمان شوية صغيرين جدا هتتمشى هتلاقي نفسك على البحر على طول. ده البحر جميل جدا جدا، هو في اوله بس زلط كده شوية بس البحر جميل جدا وكله رملة ولحد كمان جوه جميل جدا ومفهوش اي حاجة، نضيف جدا جدا. وطبعا الكراسي دي كلها هتلاقيها ممكن تاخد الكراسي ببلاش وكل حاجة ببلاش والشمسيات وكل حاجة، هتاخد الكراسي وتقعد لحد بالليل في الاجواء الجميلة ديت. ودي المنظر، هتبص تلاقي نفسك الكراسي كلها كويسة جدا اللي هي موجودة قدامك ديت والشمسيات ديت، هتقعد تحتها وتستمتع بجمال البحر للأطفال. طبعا بالليل ممكن تاخد الأولاد وتخرج بهم بالليل، دي ألعاب كلها للأطفال. وطبعا في عادات للكبار ممكن تقعد كلها رخام وتستمتع بالأجواء بالليل. وفي خروجات طبعا اللي هي الألعاب ديت، وفي طبعا هنا سوبر ماركت وفي محلات للأكل وفي كل حاجة، وطبعا سناكس وكل حاجة انت عاوزها، وسوبر ماركت في كل حاجة انت محتاجها وأسعاره حلوة جدا ورخيصة جدا. ده طبعا اكوا بارك للاطفال والكبار، رسم دخول ب 25 جنيه.